السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، ما الذي يحدث للقمر؟ يظهر الهلال لأول ليلة من الشهر أكبر من حجمه، ثم يبدر قبل موعده، ويتكرر ذلك في أشهر عدة. فيا ترى، ما الذي يريد القمر أن يخبرنا به؟ آية انتفاخ الأهلة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين تحدث الآن أمام أعين الجميع. أما سبب حدوث ذلك وتفاصيله فلم نجد له تفسيرا عند أحد، لا عند وكالة ناسا التي تخفي الحقيقة عن الناس، ولا عند علماء الفلك المتواطئين معها. لم نعرف السر إلا لدى شخص واحد فقط، خصه الله بالعلم وأخبره بالقادم على العالم كله، إنه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، الذي عاد ليحذرنا من جديد من آية متكررة في السماء، وهي آية إدراك الشمس للقمر وولادة الهلال من قبل الاقتران المركزي. وما الإبدار المبكر للقمر غدا الخميس الموافق 13 من ربيع الثاني لسنة 1443 هجرية، والموافق 18 من شهر نوفمبر لسنة 2021، إلا دليل وتحذير متجدد ينبئ باقتراب كوكب العذاب صقر، ما تسمونه نيبيرو، نعم كوكب جهنم، التي تؤثر بدورها على كل الأجرام السماوية بسبب قوة جاذبيتها، والتي ستمر بجانب أرضنا عما قريب. والحقيقة أنه ما كان إبدار القمر المبكر وظهور كورونا بمدده الجديد وعراضه الجديدة المتمثلة في موت الفجأة إلا دلائل قطعية لاقتراب النبأ العظيم الذي أنتم عنه معرضون، صقر اللواحة للبشر. لذا ندعو العالم بأسره إلى متابعة حدث الخميس وإبدار القمر من قبل موعده كآية تصديق المهدي المنتظر، آية تحذيرية للعالمين. تفاصيل أكثر حول هذا الحدث تجدونه في هذه الروابط أسفل الفيديو، فكونوا على الموعد وكونوا من الشاهدين بالحق من قبل الندم على عدم التدبر، فعذاب الله لا محالة قادم على الأبواب.